كلهم طيبين. الحقيقه النهارده تجمع رائع، وتجمع متواضعين من النادي الاهلي دايما علينا، والاعلامي مصر وصحفيين مصر النهارده يبقى في لقاء مع افطار على النادي الاهلي. يعني الناس تقعد تتعارض مع بعض، انا كتير ناس كتير ما بتشوفش بعض ظروف العمل وظروف الشغل، فالناس تتجمع في حاجه عيد مبارك زي ده، ويبقى في لقاء مع مجلس اداره النادي الاهلي برضه، يبقى في تواصل، نوع من التواصل، ويبقى في تجمع يلم اغلب الاعلاميين. انا شايف اغلب الاعلاميين وصحفيين بس ما شاء الله كلهم موجودين النهارده. حضرتك كنت رئيس لجنه الانتماءات السابق، كابتن عامر حسين قدم استقالته، أدى دوره في حدود الظروف اللي فيها البلد، طبعا أدى دوره بنجاح كبير، والاستقالة دي استقالة طبيعية دايما بعد نهاية الموسم اللي كان كلها بتستقيل وبترجع يتم تعيينه، وقال إن هو هيرجع تاني على الكارير. هو ممكن يرجع تاني؟ أه لازم لازم لازم. لو هو ما رجعش هو بيتفرج طلبه على حضرتك؟ لا الموضوع انتهى بالنسبة لي، الموضوع دي مرحلة مش وقتها، مرحلة عدت. أنا ليا فكر مختلف عن اتحاد الكورة خالص وعن القائمين مع الرياضة واتحاد الكورة، فكر مختلف عنهم خالص، مش هنعرف نتعامل سوا، نبقى أصحاب وكويسين لكن الفكر اللي بتدار بيه حتى هذه اللحظة الرياضة مش هتنفع. يمكن في وجود المهندس خالد عزيز قصة مختلفة، لأنه عنده فكر وتقديرنا متقارب وقريبين جدا من بعض، ولكن في ظل الناس المهيمنة على منظومة الرياضة لا زالت، فصعب قوي، صعب إنك تعمل حاجة تعرف تنجح فيها مش سهل. شايف حضرتك الموسم ده اتمام بطولة الدوري وبطولة الكأس والظروف اللي بتمر بيها البلد دي حاجة كويسة؟ طبعا حاجة كويسة جدا، وطبعا يعني الفضل الأساسي يرجع لعدم استقرار البلد. مسابقة الرئاسة تمت، في رئيس منتخب عندنا يا سيادة الرئيس السيسي، البلد أحسن كتير جدا، في استقرار كبير جدا، استقرار معناه عودة الحياة الطبيعية كل حاجة.